لازم الولد يبص ويلقط اي حاجه بيشوفها، ولما يسمع يسمع كويس، يعني يعرف الاصوات ويشاهد الاختلافات. تاني حاجه الصوتيات، لما الولد يبقى ودنه حلوه بسرعه هيلقط الحروف لما اقدمها له، يعرف السين والشين ايه الفرق بين شكلهم. دي عليها ثلاث نقط، دي من غير ثلاث نقط يبقى دي شين ودي سين. الفرق بين السين والصاد، دي س وده ص، في فرق في الصوت، يبقى دي سين وده صاد. فلو اشتغلت هنا كويس الصوتيات هتيجي كويس. لما يبقى عنده حروف كتيره هيعمل مفردات كتيره، يبقى عنده حصيله لغويه، عنده كلمات كتيره بيعرف يقراها، عنده كلمات كتيره بيعرف يكتبها. لما يبقى عنده حصيله كتير مفردات كتيره تيجي حاجه اسمها الطلاقه، يقدر يتكلم براحته، ما هو عنده مفردات كتيره يقدر يستخدمها، يقدر يعبر عن نفسه براحته، ما هو عنده مفردات كتيره. لما يبقى عنده طلاقه يقدر بعد كده نخش لمرحله الفهم، الفهم القرائي. علشان كده الفهم ده من اصعبهم ليه؟ لانه كتير قوي الولاد بيعرفوا يقروا بس ما بيفهموش اللي بيقروه، بيبقى هو دايما لسه في المرحله دي، هو بيعرف يدمج كده حروف ويقرا يقرا يقرا، لكن بعد ما تخلص تساله هي القصه دي كانت بتقول ايه؟ لا ما يعرفش. هو يا حبيبي لسه في مرحله، هو حط كل تركيزه في فكره انا بقرا بس. لما يرتاح قوي في المرحله دي تلاقيه يبدا يخش في المرحله اللي بعدها، انا بقرا مرتاح فافهم اللي بقراه. فهي دي المراحل. المنهج الجديد فيه حاجتين مهمتين في العربي بالذات، القصه المشتركه والقصه المواجهه. القصه المشتركه عامله المثلث ده بس جايباه من فوق، هي بتقدم له قصه كبيره هو مش مطلوب خالص انه يقراها، المفروض يفهم بس فكرته المركزيه. اوكي لا معلش رجعت لي اسهل. بعد ما يفهم الفكره الكبيره القصه دي بتديله يعني يقدر يعبر عن حاجه حصلت فيها، لو سالته على موقف حصل يقدر يتكلم، فتلاقيه بيتكلم عنده بيقوله لان هو فاهم القصه فيها احداث. لما بيتكلم تقدر تساله على بعض المفردات اللي فهمها او سمعها او لقطها من القصه، فبرضه بيكون عنده مفردات. فيها صوتيات لان احنا بنديله زي الكلمات الشائعه اللي انتوا عارفينها دي بتبقى موجوده، الولد بيعرفها كصوره، فبالتالي كمان بتنمي الوعي الصوتي والبصري. قصه موجهه بتعمل نفس المثلث بس بالعكس بقى، واحنا طالعين بتعتمد على كل كلمات الدمج اللي الولد اخدها، ما بتديلوش كلمه ما اخدهاش. فبالتالي هو لازم الولد يكون عارف كل الاصوات وكل اشكال الحروف اللي فيها عشان يعرف يقراها. بعد كده بيقراها بتزود حصيلته، لان طبعا كل ما بيقرا قصه كل ما حصيلته اللغويه بتكبر. وبعد كده بتشتغل على الطلاقه، الولد بيقرا قصه كامله ما شاء الله ولسه سنه لسه في كي جي. الفهم ده بتشتغل عليه اقل حاجه، لان عاده القصص المواجهه بتلاقي فكرتها صغننه قوي 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 كده، يعني يا دوبك انها مركزه على القراءه. فهنلاقي القصتين الاساسيتين في منهج رياض الاطفال هم شغالين على مثلث القراءه بالعكس، علشان كانهم كده محزمين الموضوع. فالولد لما يعمل دي ويعمل دي هو ان شاء الله اكيد هيقرا. طيب احنا كمعلمات رياض الاطفال لسه في بدايه السنه والولاد داخلين وعايزين ان شاء الله يخرجوا ومستواهم كويس، انا المفروض اول ما ادخل اشتغل على ايه؟ ايه اللي بقى حاطه عيني عليه كده علشان الولد ده يخرج من عندي السنه دي وهو عارف يقرا وزي الفل؟ في اربع خطوات لازم اخلي بالي منهم. لازم اشتغل على الوعي البصري كويس قوي، لازم اشتغل على الوعي الصوتي، امهد للكتابه وامهد للقراءه. زمان كنا بنشوف شويه الانشطه اللي في اول الكتاب دول لعب عيال. اديهم الواد كده هو قاعد يلعب يسلي نفسه بالقلم وخلاص، حط دوائر حط دوائر ويعمل بالقلم وخلاص. وعشان اخش على الجد بقى اللي هو الحروف بس، الجد الاربع مهارات دول او الاربع خطوات دول لو انا كمعلمه بذلت فيهم مجهود واديت وقت من عندي للولاد وحطيت افورت في دول هيريحني كتير قوي قوي لما اجي اخش على الحروف. هديكوا امثله بسيطه قوي لكل مستوى هو عباره عن ايه. الوعي البصري عموما هو من اسمه وعي بصري. وعي بصري يعني الولد عينيه اشغلها يبقى يلقط اي حاجه في اي حاجه. الوعي البصري عموما عباره عن كذا حاجه، ان هو يميز عنصر مختلف بالعناصر المتشابهه، انه يعرف تفاصيل صوره ويعبر عنها، انه يميز الاتجاهات يمين شمال فوق تحت، انه مثلا يميز الاحجام المتفاوته، انه كمان يعرف الحاجات المختلفه عن بعضها، كل ده اسمه وعي بصري ان هو بيميز الشكل. هنلاقي
سلاح التلميذ مثلا احنا مراعيين الجزء ده كويس جدا، عاملين دايما انشطه فيها وعي بصري للولاد كتير في الاول، انه يلون الشكل المختلف، انه يحط دايره على الشكل المختلف، انه يمشي في ميز كده ويوصل لوسط الحيوان بالاكل بتاعه، انه يبص على النمط المفروض يعمله، وغيرها 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 من الانشطه الكتيره الموجوده في سلاح التلميذ اللي تخليكي كمعلمه عارفه هتغطي النقطه دي ازاي. تاني حاجه الوعي الصوتي. الوعي الصوتي كمان برضه هو باسم اهو صوت. انا بشغل الودن بمنتهى البساطه. هشغل ودن الولد ازاي؟ لازم الولد يكون عندي وعي بالاصوات المحيطه. انا ببدا من ان يعرف يفرق بين صوت العربيه وصوت القطر. شايفين من فين؟ المفروض ده بيبي يعرف يعملها، بس انا ببدا من هنا انه يسمع اي صوت ملوش علاقه بالحروف يعرف ده صوت ايه. بعدين يعرف الكلمه. يعرف كلمه طويله ولا كلمه قصيره اصلا. يعني اخطبوط وفأر. فين الطويلة وفين القصيرة؟ هو لسه ولا عارف دي يعرف فيها حروف ايه ولا دي فيها حروف ايه، بس مجرد صوت. يعرف نغمة الكلمة. يعني يعرف سماء ماء. ايه ده؟ ده فيهم شبههم بعض. هو لا يفهم يعني ايه يعني كلمات متماسكة او متشابه نهايتها ولا أي حاجة، هو بس مجرد صوت. يميز أصوات الكلمة، يعني لما أقول له مثلا كلمة كل يعرف ان في كف ولا وباب. هو ولا يعرف دول ولا لسه خدهم ولا يعرف شكلهم ولا اي حاجه، هو مجرد صوت. انا بلعبه بس بالاصوات. اخر حاجه لما يعرف كل ده هيعرف يدمج الاصوات عشان يكون كلمات. غطينا ده ازاي في سلاح التلميذ؟ هنلاقي في برضه في كي جي 1 او كي جي 2 هنا بنقول له مثلا لون الصوره اللي بتبتدي بنفس الصوت. هو لازم يبقى فاهم الصوره عشان يلون الصوره اللي بتبتدي بنفس الصوت. لون او حط دايره على الكلمات اللي بتنتهي بنفس الحرف. هو لازم يبقى فاهم ده. هنا حط دايره على الصوره اللي بتبدا بصوت مختلف. فاحنا دايما بنقدم له الانشطه اللي تخليه ينمي النقطه دي. تمهيد القراءه يعني ايه مهد القراءه؟ هو هيقرا حروف مرتبطه بعضها هيقرا معاها ازاي؟ قراءه مش بس حروف وبس. القراءه يعني قلنا ان فيها فهم. هو لازم يفهم ان في تسلسل. ما ينفعش في تسلسل طبيعي لاي حاجه انا بقراها او اي يعني لازم حاجه تيجي قبل حاجه بالمنطق كده. فانا بعلمه المنطق ده بانشطه بسيطه جدا. رتب احداث القصه مثلا. فهو لازم عشان القصه تحصل دي تحصل قبل دي، دي تحصل قبل دي. فلما يجي بعد كده يقرا او تساليه على حاجه يبقى فاهم. كمان من مهم القراءه ان هو يعرف يميز تفاصيل الصوره عشان لما بعد كده اجي اقول له اقرا جمله يبقى واخد باله انه بيركز في التفاصيل. طيب بعد كده تمهيد الكتابه لازم الولاد صغيرين قوي يعني عندنا احيانا كي جي 3 سنين لازم الاول امهده يعرف يكتب القلم يمسك القلم مظبوط يعمل الاتجاهات كمان مظبوطه يعرف ان انا لما اكتب بيها اتحرك يمين وبعد كده انزل واطلع فوق لازم ابقى فاهم الحركات دي عامله ازاي والاهم من ده كله ان يكون عنده الدافع انه يكتب دايما فكره الكتابه دي من الحاجات الرخمه اللي الولاد ما بيحبوهاش ابدا امسك قلم وافضل انزل سطر بالحرف دي بتاع زمان اللي كانوا بيقولوها لنا دي عزبانا كلنا دي اللي هو اكتب حرف الباء وانزل اكتب حرف الباء وانزل كله يعني حاجه الحمد لله يعني. فلازم يكون عنده الدافع اللي يخليه دي حلوه ممكن اعمله مثلا شكل متاهه او حاجه في الولد يمشي عليها هو يبقى حابب يكتب ده. طيب ممكن بعد كده في كمان شبه ده البيت ده لو قلت الولد امسك القلم وامشي على البيت دي حاجه تبسطه جدا تخليه يعرف يكتب ويمشي فعشان كده برضو من الحاجات اللي احنا كنا حريصين ان هي تبقى موجوده في سلاح التلميذ حاجات تخلي الولاد عندهم حافز انهم عايزين يكتبوا. طيب القصه المشتركه حضرتكم يعني كلكم اكيد اشتغلتوا في قصه مشتركه وعارفين هي عباره عن ايه وعرفت كمان ان عندكم ان شاء الله سيشن هنشرح لكم بتفصيل ايه القصه المشتركه مش هخش ديب فيها لكن احنا بنراعي ان يكون في انشطه على الكلمات الشائعه انشطه على محتوى القصه لان القصه المشتركه اكتر قصه فيها معنى فلازم نسال عن المعنى. طيب حد فينا عارف ليه الحروف في المنهج الجديد مختلفه؟ بالنسبه له يحس بالانجاز. علشان كده احنا كمان في سلاح التلميذ عملنا لكل حرف قصه قبل ما تبتدي الحرف تحكي او تخش الحرف للولاد قصه فيه كلمات كتيره بتبدا بالحرف سواء كي جي 1 او كي جي 2
يعني 28 حرف في كي جي 1 و28 قصه مختلفين في كي جي 2. كمان الخطوات زي ما احنا عارفينها السبع خطوات كلهم موجودين في تقديم الحرف بشكل مظبوط، وانشطه كامله على كل خطوه علشان الولد يعرف الحرف ويقرا ويدمج في الاخر الكلمات بشكل مظبوط. مش هخش في تفاصيل بما ان احنا لسه عندنا ان شاء الله سيشن عربي بعد كده. القصه الموجهه مقدمين دليل يشرح للمعلم او ولي الامر انت تعمل ايه في القصه الموجهه دي؟ ايه الكلمات اللي لازم الولد يبقى عارف يقراها قبل ما يقرا عشان يقرا وهو مستريح؟ ايه الكلمات الشائعه اللي موجوده في القصه الموجهه علشان يقدر تقدمها له قبل ما يخش القراءه؟ عاملين كمان نشاط صفحه كده فيها كل الكلمات اللي المفروض تبقى موجوده قبل ما يقرا. قصه مرسومه بشكل واضح جدا للولد. بعد كده انشطه موجود فيها كل الكلمات الشائعه عشان يتدرب عليها وكمان فكره القصه. الحاجات اللي عندنا في سهل الناس اللي ممكن تساعد او اللي احنا كنا حريصين نعملها علشان تساعد سواء المعلم او ولي الامر بما انه منهج جديد واحيانا ما بيكونش واضح قوي لكل الناس، ان احنا عاملين لكل حاجه دليل. لو المعلم او ولي الامر اراد هيبقى فاهم قوي كويس انه هيشتغل ازاي في النقطه دي. عندنا انشطه كتيره قوي للدمج بما ان منهج رياض الاطفال قايم على فكره دمج الحروف وتكوين كلمات، فعندنا انشطه متنوعه كتيره قوي تقدر تساعدكم عشان تقدموا انشطه للولاد او تديكوا افكار. عندنا كمان كيو ار لكل حاجه تقدروا تشغلوا القصص الولاد يسمعوها، تقدروا تشغلوا اغاني، تقدروا تخلوهم يعملوا انشطه على الابلكيشن. كمان بعد كده عندنا العاب بما اننا رياض اطفال يعني العاب الصبح، فكنا حريصين ان احنا يبقى عندنا كل الانشطه معموله بالعاب. وكمان عندنا ستيكرز اللي الولاد بيحبوا، تقييمات كتيره ومتنوعه. وعندنا طبعا كل كلمات الدمج اللي ممكن تحتاجها في المنهج علشان لو انت عايز تعمل تقييم للولد مجمعها له في لوحه. كل الكلمات الشائعه اللي في القصص مجمعينها في لوحه عشان بعد كده لو قدرتوا تستخدموها. في حاجه عايزه اوريها لكم اللي هو ابلكيشن سلاح التلميذ، كمان مقدمين فيه انشطه كتيره حلوه قوي تفاعليه لو تقدروا تشغلوها للولاد في الفصل هيتبسطوا بيها جدا، وبتقدم نفس الغرض للثلاث مواد لغه عربيه وكشف الانجليزي والرياضه. يعني مثلا في العربي لو شغلنا مثلا الكتابه لما كنا بنقول ان لازم يكون في حاجه تحفز الولد. اسحب وارسم لتكمل البيت. فلو احنا مشينا مع الدار هتلاقيه بينزل، الولد كمان يقدر بالماوس يشتغل فيعمل. ممكن حاجه ثانيه كمان لو هنا اضغط على المكعب الذي يحتوي على صوت حرف الميم هنا عشان يميز الحرف. فلو ممكن حضرتك تسحب كده عشان تعبك، تسحب العب شمس اجابه خطأ مش عارف الحرف ده. تخلي الولد يفهم ويلعب ويعرف يعني لو انت عايزه بصوت الحرف هنلاقي الحركات الكتابه القصص كل حاجه موجوده. لو جبنا الانجليش مثلا لو لقينا مثلا اغنيه تقدر تساعدكم رياضة. لو شغلنا ده شغلنا على المشوار
وترجعوا لمدارسكم خبرات حلوه كتيره تقدروا تنزلوها للولاد، واتمنى لكم كل خير.